البشرية كلها معه، لأننا في جسم بشريته، قام ليقيمنا ويفرح قلوبنا. فقيامة المسيح أحبائي هي حدث تاريخي، وله الأدلة القوية، الأدلة الكتابية، الأدلة التاريخية، الأدلة الواقعية لهذه القيامة. ولذلك نحن لا نحتفل بقيامة اليوم 50 يوم الجايين، مفيش يوم مطانيات، مفيش يوم صوم المطاعم، مفيش يوم أربع وجمعة، احتفالا بقيامة المسيح وليس تحللا من القيود الروحية. قيامة المسيح كل يوم حد، لا احنا بنحتفل بقيامة المسيح كل يوم من أيام السنة. وانت حضرتك وحضرتك بتصلوا صلاة باكر في الأشبية، خصصت هذه الصلاة لكي نحتفل بقيامة المسيح كل يوم. وانت بتقول هلوم ناس كل هلوم ناس أهل المسيح، لأن هلوم ناس غضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في اليوم الثالث. طبعا هم ما كانوش فاهمين، بيقولوا ده الهيكل ده اتبنى مش عارف في كام سنة، ده سليمان بناه في مدة طويلة أوي، وأنت تقول القدوم وأنا أبنيه في 3 أيام. هو لم يكن يقصد هيكل سليمان، ولكنه كان يقصد هيكل ايه؟ هيكل جسده، مشيرا الى قيامته من بين الاموات.